هلا بالأبطال، شلونكم؟ براونيز الشوفان طريقة سهلة وحلوة. 150 غرام شوكولاتة دارك و 150 غرام شوكولاتة بيضة، ونجيب وياهم 150 غرام زيت الزيتون. تقدر تستخدم بدال زيت الزيتون زبدة. نذوبهم يا أما بالطريقة العادية أو بالمايكروويف. وراها نجيب 3 بيضات ونضيف عليهم 250 غرام سكر أو 12 ضرب ستيفيا. أنا استخدمت 100 غرام سكر و 5 ضروب ستيفيا. نخلطهم لحد ما يصيرون بهذا الشكل. وراها نضيف 100 غرام شوفان مطحون و 50 غرام من الكاكاو البودرة. وراها نضيف اللي ذوبناه فوقهم ونضربه لحد ما يصير بهذا الشكل. ورق زبدة وتبسي ونفرش لهذا الخليط لحد ما يصير بهذا الشكل اللي قلناه. على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة نخليها بالفرن. بعدها 25 دقيقة حبيبي تروح تغسل المواعين، راح تطلع عندك بهذا الشكل. تقطعها، راح تطلع تقريبا القطعة الوحدة 125 سعرة حرارية. تقدرون تستخدموها كسناك بين الوجبات، وإذا أردتوا تسووا نفس طريقة محلات الحلويات تبدلون الشوفان بالطحين الأبيض وتبدلون زيت الزيتون بالزبدة. وبالعافية.